دسبياتشو انا اسف انا اسف non per me dispiace ليس لي ولكن بالنسبه لي كل الحركه لكل ما حصل لاننا فشلنا في شيء حتى على المستوى الاجتماعي ايضا كان قد يكون مهما جدا وذلك شيء اعتقد انه هذه المراره الوحيده التي اشعر بها وان اختار كيف النهاية قررت ان انهي هكذا لاني حتى يمر الوقت واعتقد انه هو شيء صحيح أن يكون هكذا مؤسف أن نكون هذه آخر مباراة رسمية تكون مع عدم التأهل إلى المونديال ليس سهلا أنا أعتقد حتى ترى ما الذي حصل ربما لما نعطي القيمة كاملة للمهاجم لا أعتقد لا أنا لم يعجبني لم أقيم شيئا ولكن الذي يلعب هذه المباريات يعرف ماذا يعني أن تواجه مثل هذه الفرق ويعرف ماذا أن تكون تقدم كل شيء من الناحية البدنية حتى تعود حتى على المستوى الذهني على المستوى السيكولوجي تعود في هدف لا لم ننجح في التقديم الأفضل ما لدينا وكان بإمكاننا أن نقوم به Thank you.